وهذا الماء يكون منه أيضا تارة أخرى عقاب وعذاب، عذب الله به أقواما، فأغرق به قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض، على أمر قد قدر. وعذب به أيضا قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، فظنوه مطرا فإذا هو ريح عاتية. وأما قوم لوط فقد أمطر عليهم مطرا حجارة من سجيل، وأما قوم فرعون فقد أغرقهم في البحر فانطبق ماؤه عليهم. وأما سبأ فلما أعرضوا أرسل الله عليهم سيل العرم ففاض عليهم، فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فهذه الأمطار قد يهلك بها أقوام، ويكون منها أمواج البحار العاتية المغرقة، وكذلك الفيضانات والسيول التي تأتي على ما تأتي عليه فتبتلع ما يكون في طريقها.